مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من الراصد، العديد من الموضوعات المهمة. الأهم دائما وأبدا مشاركتكم وتواصلكم عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد أو عبر رقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم على الشاشة. بداية الحلقة للعناوين. الروابي والقيروان، أحياء تعاني مخلفات بناء وكلاب ضالة. غرامة مالية على مخالفي رسوم الأراضي البيضاء. أيضا في حلقة الليلة من الراصد تشاهدون منتدى الأسرة السعودية 2018 يغلق ملفاته، وبحيرة العوشزية تجذب الزوار والمتنزهين وهواة الرحلات، وكاميرا الراصد تحضر هناك. أخ وليد قالتني مقطع ما بحلو، إحنا لازم نداوم، لا تقول عنا وغلي، إحنا من مرضى عشان. ركان الحمود من متلازمة داون يدرس ويعمل ويقصد، الحياة جميلة والإعاقة إعاقة فكر. رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حفل افتتاح منتدى الأسرة السعودية 2018 الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة تحت عنوان اقتصاديات الأسرة، وتناولت الجلسة الأولى بعنوان أنماط استهلاك الأسرة السعودية، واقع السلوك الاستهلاكي وحلول وبدائل لترشيد الاستهلاك لدى الأسر السعودية في الدخل والإنفاق، وأنماط الاستهلاك الأسري ودور القطاعات المختلفة للترشيد، فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان استثمار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في توجيه نمط الاستهلاك في المجتمع السعودي. أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان التمكين الاقتصادي للأسر منخفضة الدخل. الجدير بالذكر أن المنتدى أغلق ملفات اليوم بعد حفل ختامي كرم فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشاركين. للحديث بشكل أوسع عن هذا المنتدى تنضم إلي هنا في الاستوديو الدكتورة هالة تويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة السعودية. حياك الله دكتورة، نورتنا في الراصد. حياك الله، شكرا لك وشكرا على هذه التغطية. الله يحييك. أول شيء دكتورة، نبغى الهدف من إقامة هذا المنتدى. هذا المنتدى أحد مستهدفات المجلس أنه يكون عندنا منتدى سنوي. نعم. كل سنة يوجه التركيز على قضية من قضايا الأسرة، والسنة هذه حبينا أن إحنا نركز على الجوانب الاقتصادية للأسرة السعودية. لقينا المتغيرات اللي تواجهها الأسرة كثير منها يشير إلى التغيرات الاقتصادية بطريقة أو بأخرى، وأيضا وجدنا أنه للأسرة دور فاعل جدا في هذه المتغيرات، ونهدف إلى أنه الأسرة فعلا تدرك هذا الدور المهم اللي هي تأديه في أيضا كل الحراك التنموي اللي حاصل في المملكة العربية السعودية. جيد، إذن موضوع هذا العام هو اقتصادية الأسرة. صحيح. ممتاز، كيف تم تناول هذا الموضوع؟ هو مر على عدة مراحل. بداية كان تحديد الموضوع، وبعد ذلك بدأنا نبحث ماذا نريد أن نركز عليه في اقتصادية الأسرة. فالأرقام اللي طلعنا عليها أرقام، وعرضت أيضا في أوراق العمل، أرقام يعني مقلقة بالنسبة للسلوك الاستهلاكي للفرد السعودي أو للأسرة بشكل عام، في الهدر الغذائي، في هدر الطاقة، في هدر المياه، أيضا ثقافة الادخار أو قيمة الادخار، هذه كلها وجدنا أنها بحاجة فعلا لتسليط الضوء عليها. فاستضفنا ولله الحمد أكثر من 20 متحدث خبير للحديث في هذا المنتدى على مدى يومين، 5 جلسات، 4 ورش عمل ومعرض مصاحب، كلها كانت موجهة لهذه المحاور. الهدف كان أننا ندرج كل الجهات اللي معنية، ليست فقط الجهات الحكومية، هناك أيضا جهات جامعات ومراكز أبحاث،
هناك أيضا القطاع الثالث والغير الربحي، هناك أيضا جهات أهلية ساهمت. الهدف أنه نشعر أن الكل شريك في تحقيق هذا المستهدف. جيد، إذن يعني لو نتحدث أيضا بشكل مباشر عن الجلسات، أنماط استهلاك الأسرة السعودية كما ذكرتي، أيضا واقع سلوك السلاكي، أيضا الحديث عن الدخل والإنفاق. دكتورة، برأيك أنه الجلسات أجابت على عدد من التساؤلات حول البحث عن مكامن الخلل في، خلينا نقول أن وجد طبعا عدم وعي في ماهية اقتصاد الأسرة بالشكل المثالي؟ نتمنى أن الجلسات أجابت، لأننا حرصنا أيضا حتى في اختيار المتحدثين وحتى في يعني الإعداد لهذا المنتدى أنها ما تكون أوراق علمية ثقيلة بعض الشيء، وحرصنا أنه نعرض تجارب نجاح أشخاص بأنفسهم كان لهم تجارب في الادخار أو في مشاريع نجحت وما إلى ذلك، فكان قريب من المتلقي. كان عندنا لايف ستريمينج للمنتدى ولا يزال موجود، فحتى نسبة المشاهدة على وسائل التواصل كانت مرتفعة أيضا مقابل أيضا الحضور الكثيف للمنتدى. التغيير ما يحصل بين يوم وليلة طبعًا، وهذه طبعًا يعني سلوكيات، والسلوكيات طبعًا تأخذ وقتها، لكن لابد أن نبدأ فعلا بأن إحنا يعني نرفع العلم الأحمر بأن هذه مواضيع تستحق الانتباه. جيد، يعني هذا الجانب المهم. ذكرتي أنه الحديث كان مش رسمي أو تقليدي، لا، كان طابع اجتماعي، صحيح، يعني من الأسرة يوجه للأسرة. كيف شفتي تفاعل الحضور أيضا مع ما دار في هذا المنتدى؟ جيد، طبعا كان في جلسات فيها تفاعل أكثر من جلسات بحكم طبيعة الموضوع، يعني مثلا الجلسة اللي كان فيها المتحدثين عن الإعلام مثلا استضفنا عدد من الإعلاميين اللي لهم حضور أصلا، والناس كانت يعني تبغى تسمع منهم وجها لوجه وش يعني وش وجهة نظرهم في ذلك، فكان هذه الجلسة يمكن أكثر جلسة فيها تفاعل. الجلسة اللي كانت صادمة للحضور وكان فيها يعني أكبر عدد حضور هي الجلسة الأولى عن واقع السلوك الاستهلاكي، لأننا حطنا الأرقام وواجهنا الناس بالمشكلة كما هي. وش أبرز الأرقام اللي استعرضتوها دكتورة؟ الأرقام الهدر الغذائي مرعبة، يعني أكثر من 15 مليون ريال في السنة هدر غذائي في المملكة العربية السعودية، يعني هذه تعيش 3 دول في أفريقيا. هذا الرقم مخيف، ويعني دائما احنا كل المبادرات اللي لقيناها سواء حفظ النعمه هي او اطعام هي مبادرات رائعه وفعلا تساهم في الحفاظ على الغذاء في المملكه، ولكن احنا نسعى لان نعزز السلوك اللي ما قبل الهدر، يعني الواحد ياكل على القد ويقدم على القد. وفي مبادره على فكره عرضناها قصه نجاح اسمها على القد، لشخص من أمارة مكة عنده هذه المبادرة وهي جميلة جدا وعرضناها في المعرض. هي فكر أن الإنسان فعلا يعني يستهلك ما يحتاجه وما يحتاج يفيض أصلا عشان نبحث عن وسائل لتصريف هذا الفائض. جيد، كان هناك أيضا استعراض للمبادرات للأفكار اللي تمت في هذا الجانب. صحيح، ممتاز. من خلال المعرض. من خلال المعرض. نعم. ممتاز. طيب، إلى أي مدى دكتورة ترون هالمساهمات وأيضا الأهداف المستقبلية مثل هالمنتدى سواء مثل هذه الإشكاليات أيضا اللي تعاني منها الأسرة السعودية، خصوصا إذا ما تحدثنا عن الجوانب الاقتصادية وأنت ذكرتي جانبين، جانب مهم اللي هي سلوكيات خاطئة قد تصحح، أيضا متغيرات اقتصادية يجب على الأسرة أن تتكيف معها. صحيح، يعني أنا بس أحب أؤكد أنه هذا الموضوع اقتصاديات الأسرة ما هو الوحيد اللي إحنا نعمل عليه، ولكن هذا كان التركيز المنتدى عليه. وأرجع وأقول أن كل مستهدفاتنا في رؤية المملكة الطموحة 2030 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لابد الأسرة تكون عنصر فاعل فيها. نعم. إذا ما الأسرة فعلا شعرت بمسؤوليتها تجاه تحقيق هذه الرؤية لن نستطيع أن نحقق هذه الرؤية، والأسرة لازم لابد أن نصل فيها، وإحدى القنوات اللي نستطيع أن نصل فيها للأسرة هي مثل هذه المنتديات. بالنسبة لمشاركة الجهات أيضا المعنية، من الجهات اللي كانت معكم؟ كثير جهات كانت معنا الحقيقة. الجهات الحكومية طبعا بداية كانت وزارة الاقتصاد والتخطيط، كان لهم مشاركة قوية. أيضا كان هناك بنك التنمية لهم مشاركات قوية بحكم أنهم جهة داعمة لكثير من المشاريع سواء التنموية للأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض أو الأسر بشكل عام. القطاع الثالث شارك معنا بشكل كبير، الجامعات شاركت معنا بشكل كبير، مؤسسة الملك خالد مشكورة كانت معنا من البداية حتى في حفل الافتتاح. جيد، التوصيات أو خلينا نقول المبادرات أهم ما خرج به المنتدى، كيف يمكن الاستفادة منها أيضا دكتورة؟ التوصيات كثيرة، وإحنا الآن في مرحلة أن إحنا نبدأ عاد نرتب أوراقنا وملفاتنا فيها، لكن أقدر أقول لك أن يعني ما لمسناه إيجابيا. نعم. هو أن الكل
مستعد أن يجلس ويتشارك من أجل إحداث هذا التغيير الإيجابي. القطاع الأهلي والشركات عندها مسؤولية مجتمعية ومستعدة أنها تفعلها من أجل الوصول لهذا المستهدف. فالأهم المبادرة، كل جلسة فيها مبادرة، حنطلع منها بمبادرة إن شاء الله نعلن عنها في وقتها. بالنسبة للجلسة اللي حصل فيها تفاعل بشكل أكبر اللي تحدثتي عنها، اللي هي طبعا المتعلقة باستثمار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في توجيه نمط الاستهلاك في المجتمع السعودي، أفضل الطرق أيضا الممارسات التوصيات في هذا الجانب دكتورة لو نستعرضها أيضا عشان ربما تصل الأدوار حتى ذاتيا اليوم. صحيح. الناس المؤثرة لما تتابعك وتأخذ من صحيح حديثك. صحيح، استضفنا فيها إحنا من الأشخاص المؤثرين اللي عندهم كان حس عالي بالمسؤولية. وأدركوا دورهم في أنه هم عندهم قاعدة من الجماهير لابد أنهم يوصلهم رسائل إيجابية. إحنا حبينا أول شيء نعزز هذه الفكرة بأنه الشخص إذا أصبح مشهور فهو أيضا يصبح مسؤول. نعم. وبالتالي عليه دور مثل ما على الجهات الأخرى دور. خرجنا بأنه لابد أن احنا نستثمر قنوات الإعلام بشتى طرقها في أننا نصل للمستهلك. هناك رسائل قاعدة توصل وبطريقة سريعة جدا. نعم. خاصة لشريحة الشباب والأطفال. نسعى لأن احنا نستثمر هذه الطرق وهذه القنوات وهذه الأدوات لأننا نوصل الرسائل اللي احنا نسعى أننا نوصلها. نتمنى لكم التوفيق، خصوصا انه موضوع جدا مهم واكيد انه الناس محتاجه مثل هذه الرسائل وتتقبلها بسرعه. نشكر حضورك معنا بكل تاكيد الدكتوره هلا التويجري الامين العام للمجلس لمجلس شؤون الاسره السعوديه. شكرا دكتوره. بدأ قبل قليل حفل وزارة الإعلام بمناسبة إعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي، ويشهد الحفل تدشين مبادرات إعلامية بحضور معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد ووزراء الإعلام العرب ومسؤولي جامعة الدول العربية والصحفيين والإعلاميين العرب. نترككم الآن مع هذه اللقطات حول هذا الحدث المهم جدا، ونعود طبعا لتكملة الراصد وما تبقى فيه من موضوعات. بقول لك حاجة، صوت ممتاز. كنت بقول لك حاجة بس إنه اللي إحنا قدمناه الآن قد رسمنا الحلم مشكاة ونور، ولمسنا الغيم فابتلت زهور، ومددنا للغد الزاهي جسور. المدى لوحة مجد وأمانينا بحور. نحن صبح مشرق يمضي لغد، نحن بحر زاخر موجا ومد، نحن صحراء ونخل لا يعد. هذه الأرض بلادي سوف تبقى للأبد. الهوى مئذنة تسمو نداء، كلما سرنا نظرنا للسماء، حلمنا أكبر من معنى الفضاء. لغتي غنت بلادي كل ألحاني رواء. في هذا العام أكملت وكالتنا الرسمية عامها 50. نحتفي بتاريخ عريق من الأخبار الرسمية، 50 عاماً من العطاء لوكالة الأنباء السعودية واس. الحمد لله خلال هذا العام إن شاء الله تكمل واس عامها 50. واس أسست بأمر
ملكي عام 1390 هجري. بدأت بداية بسيطة وكانت آنذاك حتى الإمكانيات بسيطة في جميع دول العالم، اللي هو التليكس والتليغراف. منتجات واس الآن تنوعت، كانت سابقاً الشريك هو فقط الصحف أو الإذاعات والتلفزيون أو الوكالات التي لنا شراكات معهم. الحمد لله اليوم أصبح لدينا حضور ضمن الفضاء الإعلامي عبر وسائل التواصل. طبعاً كما شاهدنا وإياكم كان هذه لقطات من حفل وزارة الإعلام احتفاءً بكون الرياض عاصمة الإعلام العربي، بحضور العديد من وزراء الإعلام العرب، أيضاً المسؤولين العرب، أيضاً بحضور وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، والحديث أيضاً عن هذا الاحتفاء وهذا الحفل الكبير اللي كان فيه استعراض لقدرات المملكة العربية السعودية إعلامياً بكافة الأجهزة الإعلامية حتى أن تكون الرياض بهذا اللقب. لنفتخر بها ونعتز بها بكل تأكيد عاصمة للإعلام العربي. طبعا سيستمر الحفل بالعديد من الفقرات الإبداعية بالعديد من أيضا النجوم الإعلاميين المخضرمين اللي مروا على إعلام المملكة العربية السعودية، ولكلهم الكل طبعا التقدير وأيضا الاحترام بكل تأكيد على المجهودات وأيضا العطاء الكبير. أيضا أبرز طبعا المتحدثين وأبرز الأجهزة الإعلامية التي تستعرض مدى قدرتها وأيضا قوتها بالنسبة للإعلام في المملكة العربية السعودية. بالرغم من وجود أنظمة ولوائح تفيد بعدم رمي مخلفات البناء في الشوارع، إلا أن أحياء الروابي والقيروان وما جاورها بالدمام غارقات بأكوام من المخلفات التي تشوه المنظر العام وتضيق على السكان، حيث أبدى عدد منهم انزعاجهم حيال عدم مراقبة هؤلاء المخالفين من المقاولين والعمالة. كما طالب الأهالي من توفير بعض الخدمات لهذه الأحياء الجديدة من ضمنها محلات التموين والمحلات الأخرى، إلى توفير أيضا مكافحة للكلاب الضالة التي تسببت بالكثير من الإزعاج لقاطني الأحياء. من الدمام ينضم إلينا الكاتب الصحفي وأحد سكان الحي الأستاذ ماهر البواردي. أستاذ ماهر مساء الخير وحياك الله في الراصد. مساء الخير أخوي عبد الإله ومساء الخير للجميع ويا أهلا وسهلا. إيش المشكلة في هذين الحيين الروابي والقيروان؟ حقيقة أحياء جديدة، يعني نعم. دخل على جوجل قبل 5 سنوات كانت صحراء جبلية كاملة، أحياء جديدة معظمها بناء لمطورين عقاريين خاصة في حي القيروان، بينما حي الروابي لا تقل في هذه الآلية. المشكلة معقدة ما بين النشاط أو البلدية، ما بين المواطن، ما بين المقاول، هي مثلث، ما في شخص ما نعلق عليه الشماعة. طيب ايش هي الإشكالية بس اللي حصلت مخلفات؟ الإشكالية طال عمرك نعاني من كلاب ضالة بشكل يومي. أنا صار لي 2 سنين بالحي. نعاني من جرذان ضخمة تجوب الحي، نعاني من انتشار حشرات يعني بأنواعها في الحي. نعاني من بحيرات راكدة بسبب الأمطار الأخيرة، وكانت أحدى الحلول للتغلب على السيول. نعاني من مصيبة أخرى، استغلال المقاولين للشوارع ولبعض الأراضي الفضاء في وضع منصات لهم، لا منصات بورتابلات سكن عمالة مستودعات، وبالتالي هناك أكل مرمي على الأرض، وبالتالي يعني الفئران بدأت
وتزداد. وفي احدى اللقطات اللي انا ارسلت لكم صورها طيب طبعا الان تعرض الصور لبعض المخلفات الاشكاليات عدم الاهتمام بالنظام بالنسبه للحي ابدا مو صور مو مقبوله ملابس معلقه يعني هل هناك مسؤول يمر هل هناك شخص عنده حس يعني بسيط طيب من تحمل المسؤوليه استاذ ماهر ممتاز جدا المسؤوليه طال عمرك انا احملها الى 70% الجهاز التشريعي والتطبيق للقانون اللي هي امانه الشرقيه ايه غيابها عن المشهد واضح غيابها عن المشهد واضح رفعت بلاغات للامانه المواطن شوف المنظر هذا اللي قبل شوي مقاول رجعونا الصوره يا شباب يعلق عليها استاذ ماهر نعم هاي اللي 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 في بياره لا اللي بعد هذه بس وقف لي اياها تكفى ايه هذه انا واقف عندها بالسياره ايه حاطين في وسط الارض بورتبل حمام للعماله بمجاري مكشوفه وبحيره آسنه وصار في انهيار وتجريف وشف الشارع الرئيسي للحي يعني البحيره هذه قلبوها حمام الله يكرمك ويكرم الساده المشاهدين نعم تخيل هذه مجاري مكشوفه يبي يجينا حمى الظنك من بعدها يبي يجينا مصايب الدنيا طبعا هذه بحيره اللي بعدها طيب بلغتوا الامانه استاذ ماهر كان لكم تواصل بلاغات والله الامانه انا شخصيا اتواصل معاهم يعني من الابواب الخلفيه وابلغهم اول باول لكن اتمنى انهم يشاهدون وانا بلغتهم على حسابي بتويتر قلت لهم راح اتكلم انا لست بناقد من شارع يعني بقوه لا انا ابغى ادعم انا ابغى اقول الامانه شوف المشاكل طيب نسمع طبعا أكملك بس نقطة طبعا برجع لك بس خلينا ناخذ ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد أصفيان وكيل الأمين المساعد للبلديات ونعم. أستاذ محمد حياك الله الله يحييك أخويا علي أحب أحييك وأحيي جميع السادة المشاهدين وأحيي ضيفك الكريم أيضا أخونا ماهر كما دعني في البداية أريد أن أهني المملكة العربية السعودية لاختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي وأهني كافة الأجهزة الإعلامية وكافة الإعلاميين الله يحييك أستاذ محمد يعني لو تحدثنا عن الروابي القيروان يمكن لو شاهدت صور قبل شوي مناظر غير مقبولة عدد من الإشكاليات يعني يتعرض لها أهالي الحي سواء بمستوى الجودة النظافة الاهتمام أيضا وصول بعض الخدمات أيضا وجود حشرات بعض المخالفات من قبل العمالة في إيجاد طبعا سكن وأيضا وضع بعض الأدوات يعني عدد من الإشكاليات موجودة ليش موجودة في الحيين تفضل نتحدث عن الحيين هذه من الأحياء الجديدة في الدمام نعم. احنا نعاني بالفعل من تكدس مخالفات البناء في بعض الأحياء بالحاضر يتمثل طبعا عدد كبير على الأمان من حيث رفع تلك المخالفات من الواجب أن يتم أي منتج يعني على المنتج تلك المخالفات ملزم هو برفعها وإنه تحتاج طبعا إلى متابعة طبعا هناك المتابعة من قبل البلدية ومن قبل الأمانة من خلال الفرق المدنية لهذا الشيء ولكن طبعا هناك لوائح خاصه بعمليه لابد يعني الاشتراطات الخاصه والشيء تعاقد مع ناقلين مخلفات مؤهلين طبعا لدى الامانه توفير حاويات لوضع المخلفات بداخلها. طبعا دور البلديه متابعه المواقع اللي يوجد فيها مباني تحت الانشاء مثل هذه الاحياء الجديده لتاكد من التزامات في البلديه وعدم طرد طبعا المخلفات او ادوات خارج حدودهم. طبعا في حالة ملاحظة عدم تطبيق هذه الجزاءات حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية هناك أنظمة ولوائح يتم تطبيقها على الناقلين نحن نعاني من مشاكل مع الناقلين تلك المخلفات مخلفات السلطة نعاني منهم رغم الحملات التوعية التي نقوم بها ورغم الشرطات واللوائح التي نفذها بجل هذا ورغم التعليمات التي يعني نبلغها لهم ورغم ذلك نجد في الأخير أن يقوم المقاول أو الناقل برمي النفايات الصلبة في أحد المواقع حي القيروان أيضا توجد في مساحات كبيرة فبالتالي تستغل هذه المساحات أيضا من قبل الناقلين في رمي بعض الأنقاض الصلبة في أوقات خارجة سيد محمد إذا أنتم تعانون منهم كجهة رقابية جل شو يقول مواطن ما في عقوبات مخالفات ما في ضبط لها الآلية هناك عقوبات وحسب لائحة الجزاءات وال موجودة في الشرطة البلدية العقوبات تتراوح ما بين 10,000 إلى 200 رد للناقل الذي يتم قبض عليه في نعم. هذا المنطقة
هناك ايضا عقوبات خلال لائحه الجزاءات، من خلال لائحه الجزاءات تتم تطبيقها ايضا على كل شركه تقوم بعد وضع هويات امان منازل. على عجاله استاذ محمد، بس ابغى رايك ايضا في بعض المخالفات. يصلح العمال يسكنون في هذه الاحياء ان يسوون لهم والله البركسات ويسكنون، ومثل ما شاهدنا ايضا بحيره يستخدمونها كطبعا دورات مياه ايضا في وسط الحي، هذه ايضا مخالفه مختلفه يعني. تفضل. لا عفوا، انا طبعا اسهل المنظر هذا، ولا يعني لا نرضى باي شكل من الاشكال ولا يرضى اي شخص مسؤول، ولكن دعني اوضح جانب ان هناك مراقبه دائما على الدرجات لجميع الاحياء ليشوف المخطط. والله لو نزل المراقب، بقول لك شغله استاذ محمد، لو نزل المراقب في هالمخالفه والله ما يتجاوزون. لا سوف نتحقق الان، طبعا اللي نتكلم عنه سوف نتحقق شيء، والان بعد يعني بعد البرنامج هذا باذن الله سوف يكون هناك في هذا الموقع بالذات، لان هذا عمليه المخالفه هذه ما نرضاها نهائيا. طيب، وبالتالي باذن الله سوف نتحقق من هذا الامر في سنه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، واحنا ان شاء الله باذن الله الوعد انه يطبق. ونشكرك ايضا لمداخلتك معنا لايضا ان شاء الله حل هذه الاشكاليه، الاستاذ محمد صفيان وكيل الامين المساعد للبلديات. اعود اليك طبعا ضيفنا مسجلتنا بالدمام الكاتب الصحفي واحد سكان الحي الاستاذ ماهر البواردي. استمعت الاستاذ محمد صفيان يقول لك بعد هالمداخله ان شاء الله بننزل ونحل كل الاشكاليات الموجوده. تعليق اخير قبل ما نقفل هالملف. تعطيني خمس دقائق بس تكفى. تفضل، عندك ثلاث دقائق، يلا بني. بيض الله وجهك. أنا استمعت الكلام وسجلته بالكامل. النظام يقيد الأمانة، البيروقراطية تقيد الأمانة، عدم تجديد الأمانة يقيد الأمانة. نجحت وزارة التجارة في وضع تنظيم لمندوبينها في الأسواق، ونجحت والعالم تتحدث عن إنجازها. الأمانة تحتاج أن تطبق أسلوب وزارة التجارة مع المراقبين عندهم، لأن نعم. 99% من المخالفات تتم يوم الجمعة والسبت، العمالة يعرفون الأمانة نايمة أو إجازة، عفوا مو بنايمة زين. فكل يجي أنا أشوفهم يرمون أنقاض، يا ما لحقتهم، يا ما بلغت عليهم، يا جبتهم دورية، بس تعبت أنا مواطن ولا شرطة ولا مرور ولا بلدية. صح صح، أنا دوري كصحفي نعم. أوصل لرسالة المسؤول، ولي تواصل مع أخوي محمد، يعني أنا أرسله بالواتساب، أرسله بتويتر بالخاص. أنا أهدف أني أكون ذراع مع الأمانة أكثر ما أكون ناقد، لكن أبغى أشوف إنجاز وأنا أعظم. أنا مستعد أعظم لهم أي إنجاز لكن أشوفه. العمالة اللي ساكنة في البركسات شوف عيني وأنا أصور. العامل يطلع في واحدة من الصور لم تنشر هنا، تخيل في أرض فاضية بانين بالطابوق والخرسانة المسلحة على أرض شخص ما، حمام عام للعمالة طبعا يدرج في أمور غير مقبولة. أستاذ ماهر، عموما يعني أنت قمت بدورك على أكمل وجه، والآن أستاذ محمد يعني يعد أنه بعد هالمقابلة مباشرة ستحل هذه الإشكاليات وأبدا أي، وإحنا ننتظر أيضا يعني ردة فعلك. مثل ما قلت، إذا أنجزت الأمانة بتشكر، وأيضا إذا لم تنجز في النهاية الرأس دائما وأبدا يتابع الموضوعات حتى بعد طرحها. شكرا جزيلا لحضورك معنا الكاتب الصحفي واحد سكان الحي الأستاذ ماهر البواردي. أصدرت لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء 83 قراراً بفرض غرامات مالية على عدد من المخالفين للنظام أو اللائحة، وبذلك يصل إجمالي المخالفات المصدرة حتى الآن 100 ومخالفة. وكانت وزارة الإسكان قالت أنها ستفرض غرامات مالية على مخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بحيث لا تزيد الغرامة على مقدار الرسم المستحق على أرض المخالف للنظام، ولا يخل ذلك بإلزامه سداد الرسم المستحق. وكان برنامج الأراضي البيضاء كشف عن ارتفاع عدد القضايا المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء أمام المحاكم إلى 600 قضية، انتهى منها 381 قضية لصالح وزارة الإسكان، فيما لا زالت 220 قضية قيد المرافعة.
من جدة ينضم إلينا الخبير العقاري الأستاذ فهد بن سليم. أستاذ فهد مساء الخير وحياك الله بالراصد. مساء النور، يا هلا ومرحبا. يعني حتى اليوم وصول هذه الأرقام 83 قرار بفرض غرامات مالية على مخالفي طبعا الرسوم أو عدم دافع الرسوم بالنسبة للأراضي البيضاء، خلينا نتحدث بشكل عام حتى اليوم كيف ترى أبرز الأثار لفرض رسوم الأراضي البيضاء؟ تفضل. احنا يوم صدر الأمر السامي للرسوم الأراضي البيضاء، طبعا رسوم الأراضي البيضاء هي المختصة بالأراضي اللي داخل النطاق العمران، نعم، وتساعد على عدم الاحتكار واستغل المناطق الفاضية داخل المدن. كلنا سعيدنا وفرحنا بهذا الموضوع، ولكن اكتشفناه انه بعد اكثر من سنتين ما في اي اثر. صار في تخوف من العقاريين، صار في ركود في العقار بسبب انه وزارة الاسكان تدخلت للأسف في موضوع مشكلة معضلة تسكوك للقضايا اللي أصلاً وزارة العدل تعاني منها من أكثر من 30-40 سنة. طب وش الأثر اللي تقصد أستاذ فهد؟ يعني أنت تحدثت عن الركود، ناس يقولون فعلاً هذا الركود أسهم على الأقل في إيجاد بعض الانخفاضات، وأنه لسه القرار يعني تحدث عن تطبيق من 2016، صعب أنك والله في خلال سنتين أنه يتضح لي طبعاً الأثار بشكل كامل. تفضل، أنه لسه في مرحلة الأولى. الأمر السامي اللي صدر المفروض أنه يكون فعاليته في يعني سنتين كثير. أنت الآن يا وزارة الإسكان ليش تتدخلي في قضايا في أكثر من 600 قضية؟ المفروض يكون يعني فرض الرسم يكون على عند لم يجي يطلب خدمة، عند البيع، عند الشراء، يتم في يكون في لجنة موجودة في كتابة عدل وقت الإفراج، وبعدها تفرض أنت عليك سنة، عليك سنتين، عليك ثلاثة تدفع. ما تدخل في مواضيع الصكوك ومشاكلها والمشاع والأراضي اللي عليها أكثر من صك. ليه؟ وش الأثار من هذا التدخل يعني برأيك؟ كيف أنه يكون في فعالية من الأمر السامي؟ أنه أنت ليش أتدخل أنا؟ لا أداني إلى قضايا، إلى محاكم، في مشاكل زي ما قلت قبل شوية أنه في أراضي عليها 30-40 سنة مشاكل. يعني تحدث عن أكثر من 600 قضية خلال سنتين. ربحت الإسكان 300، هذا مو شغل وزارة الإسكان. ربحت الإسكان 381 قضية، بقت 220 قضية. هذا وأنت لسه في البداية. المفروض أن أنت وقت البيع أو وقت الشراء تقول لي يا أخوي أنت الآن عليك سنة ما سددت، عليك سنتين، عليك ثلاثة، ويسدد المبلغ إذا تبغى أنت الخدمة هذه تنفذ. بس كذا بيطولها، مو بايع صاحب الأرض يعني البيضاء، مو بايع بتزيد عليها الرسوم، بيقول لك إلى يوم الدين بخليها الأرض. إذا ما حيقدر يخليها، ما حيقدر، لأنه يعني في النهاية الآن إحنا حتى بسألك أستاذ يعني فهد، في مبالغ أيضا أخذت من هذه الرسوم وسيتم ضخها أيضا في مشاريع الإسكان، أكثر من 300 مليون ريال. نعم. يعني نتحدث عن تحصيل المبالغ وأيضا بحث الوزارة الإسكان عنها لإفادة طبعا المستفيدين من الإسكان. طبعا. طيب بالتالي هذا أمر يعني يجي ضد وجهة نظرك، يجي أنه أمر جيد المتابعة بشكل مستمر من وزارة الإسكان. هو الآن أنت لما تحد عليه أنه في طلب أي خدمة، تسوير، كهرباء، ماء، بيع، شراء، راح يعرف أنه راح يتراكم المبالغ عليه، فيروح يقسم الأرض، يخططها، يبيعها كقطع صغيرة. طيب أنت ما شفت منذ فرض الرسوم خلال الفترة الماضية في تحرك من أصحاب الأراضي البيضاء؟ لا. يعني من خلال طبعا تطوير الأراضي أو البيع أو ما إلى ذلك، لأنه في حديث أيضا أنه أكثر من 50 مليون متر تم بيعها، يعني من 450 مليون. شوف يا طويل العمر، يعني في مشكلة أنه في بعض الورثة ورثوا أراضي ما عندهم مبلغ يطورها، ولا وضع السوق الحالي يخليه يقدر يبيعه، فبقت الأراضي في حلوقهم. ففي هذه الحالة المفروض أنه لو أن في أثر للسوق وفي حركة للسوق كان باعوا، واحد. اثنين، إذا ما قدروا يبيعوا تأخذها منهم الوزارة وتطورها. طيب أسألك عن أفضل الحلول يلا طبعا استخدام هذا الأمر في فرض الرسوم للأراضي البيضاء، الحلول المباشرة اللي تحدثت عن أثار لم يحققها، تفضل. وزارة العدل عند كونت لجنة في وزارة العدل، أي أرض فوق 10,000 تدخل لجنة
إذا عليها مشكلة أو ما عليها مشكلة وقت البيع والشراء. وزار المفروض وزارة الإسكان تشارك معهم في هذه اللجنة، بحيث أنه أنا لو عندي أرض مساحتها فوق 10,000 وأبغى أبيع يشيكوا علي كم سنة علي متأخر من رسوم أراضي. واحد هذا. اثنين، استغلال موضوع رسوم الأراضي بأنه أي أرض مساحتها لو متر واحد عند أحد يجي يشتريها، إيش سبب الشراء؟ ما تشتري أرض وتخليها، عندك من سنتين لثلاثة تبغى تصريح نعطيك تصريح، بعد التصريح تسدد رسوم 2.5% على الأرض مهما كانت مساحتها. نعم. عموما شكرا لحضورك وأيضا آرائك حول تفعيل وزارة الإسكان لنظام طبعا رسوم الأراضي البيضاء، وأيضا فيما يتعلق بالمخالفات في التأخر في السداد. كنت ضيفنا من جدة الخبير العقاري الأستاذ فهد بن سليم، شكرا أستاذ فهد. انتشر في الأيام القليلة الماضية مقطع لأحد مشاهير السوشيال ميديا، وأثار الجدل هذا المقطع حول طبعا متلازمة داون، فما كان من ركان الحمود إلا أن يرد بطريقته الخاصة. خلونا نشوف. متلازمة داون هي اضطراب خلقي يحدث نتيجة وجود كروموسوم زائد في خلايا الجسم. المصابون بهذا الاضطراب وبالرغم مما يعانون منه يمكن أن تجد الكثير من الصفات المميزة بهم، فقد خط البعض منهم قصص نجاح تربع من خلالها على قمم المجد، ولم تمنعهم ظروفهم الخاصة من أن يكونوا ندا لغيرهم في التعليم والعمل وتحقيق أعلى الطموحات. وبالرغم من وجود من يحاول الاستهزاء بهم ويضع العراقيل في طريق نجاحهم، إلا أننا نجد في كل بلد نماذج مشرقة لأولئك الذين رفضوا الاستسلام واستطاعوا بإرادتهم القوية أن يهزموا المستحيل. ومع ظهور السوشيال ميديا رأينا قصص نجاح ملهمة لمصابي داون. هذه القصص بمثابة ضوء يشع في ظلام الجهل، ونقول دائما الإعاقة ما هي إلا إعاقة الفكر والروح. ينضم إلي هنا في الاستوديو عبد الرحمن الحمود، والد سفير الانطلاق ركان الحمود، حياك الله ويا هلا وسهلا فيك. يا هلا بيك والله، حياك الله. أيضا من ذوي الهمم سفير الانطلاقة ركان الحمود، حياك الله، نورتنا في استوديو الراصد. حياك الله، طال عمرك وبارك فيك. البداية طبعا ببدأ مع ركان على طول. ركان، أول شيء تكلمنا عن نفسك، مرحلتك الدراسية وشو تسوي بحياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد. أنا اسمي ركان عبد الرحمن بن سعد الحمود، كان عمري 22 سنة ما شاء الله، وبتخرج إن شاء الله عن قادم على الجامعة وإن شاء الله على شركة. الحين أنت في الجامعة بتتخرج إن شاء الله في الثانوي. في الثانوي بتروح للجامعة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب أيضا فيه أشياء غير الدراسة في حياتك يا ركان، في عمل توظفت تجارب عمل؟ كان في العسيم عسيم اشتغلت فيها سنتين، تخرجت رحت في مدرسة أول في دوسطة. اشتغلت في طبعا احدى الشركات سنتين، تحدث عن سنتين خبرة. سنتين خبرة. وهذه الرسالة انه متلازمة داون لا تمنع من العمل. نعم. هذا هو الحديث يا ركان، لانه انا شفت لك مقطع وكنت زعلان وحق لك، وكلنا والله زعلنا لانه نوع من التنمر هو، وكلنا نتعرض للتنمر. صحيح. سواء طبعا اي فئه. صحيح. لا، وكان يعني ما اعطى متلازمه داون اهميتهم وايضا حقيقتهم، او يمكن كشف الجانب الحقيقي، نشوفهم يعملون، نشوفهم يدرسون ايضا. نعم. مثل تجربه ركان اللي الان يعمل عمل سنتين وايضا الحين خلص المرحله الثانويه، ايضا رسالتك في هذا الجانب ركان انه متلازمه داون قادر انه يعمل اي شيء. كان أنا الحين إن شاء الله عن قادم شركة سعي السعي، وكملت يمكن سنتين كذا. جيد. كملت سنتين كذا والحمد لله أنا طبيعي الحمد لله. ما فيك والله ما فيك. نشهد. أروح الوالدة عبد الرحمن سن.
يعني التنمر مشكلة والله على أي فئة والله، سواء على لون البشرة ولا على أي كان يعني، ولا حتى على الوزن، ولا الكل صار يتعرض يعني. وهذه الإشكالية حتى بالنسبة لمتلازمة داون للناس كثير ما تفهم أنه والله هي متلازمة، حالة يخلق فيها الشخص ولكن يقدر يمارس حياته بطبيعية. أنت كوالد لأرى كان رسالتك في هذا الجانب أيضا حول متلازمة داون عشان يصل الوعي هذا لمن يجهله. والله رسالتي للجميع أنه لا ينظرون النظرة السلبية سواء من الأشخاص ومن غيرهم. أصحاب الهمام ومتلازمة داون بالذات ناس عندهم نفس الطبيعي، ما يختلف أبدا إذا أعطي الفرصة والعناية والاهتمام، نفس الطفل الطبيعي. ما شاء الله تبارك يعني الله يعني ذلك لا يهتمون بأي كانت الكلام في التويتر في غيره، لأنهم هذا الكلام يصلهم ويجرحهم يعني كما يجرح أي شخص يعني يوصف بأي وصف غير حقيقي أو غير موجود فيه. صحيح. بالتأكيد بس دور الأهل دور الأهل هم اللي يشيلون الولد أو البنت اللي عندهم من الحالة هذه، يشيلونهم من الحالة. أكيد أنه الدعم الأسري مطلوب للكل. صحيح. بكل تأكيد. طيب راكان كان طبعا عدد من المقاطع كان لدفاع أيضا عن من هم مثله طبعا متلازمة داون، تبيان حقيقة طبعا هؤلاء الفاعلين في المجتمع. صح. له جهود كبيرة أيضا في هذا الجانب، هو جانب أكيد أنه عظيم. خلونا نشوف هذا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ وليد، جتني مقطع ما بحلوة. إحنا متلازمة داون لا تقول عنا وغلي، احنا من مرضى عشان انتم تقولون الله يشفيكم الله يشفيكم انتم. مره انا راح اراجعوا مستشفى وكشف عقولكم غير كذا، احنا مو مهابين. وش الانفاض هذه؟ ركان يعني كان رد قوي، ما رضيت ها على الكلام اللي صار. استفزك الفيديو؟ ايه اي، وبعدها على طول قررت صور الفيديو. قال هذا الكلمة هو يعني هو يمكن يراجع في عقله هو هذا الوليد. طبعا يعني انا شفت الفيديو يعني احسن الظن نقول انه من جهل، من جهل امانة. صحيح. لكن رد طبعا راكان كان دفاع عن اي شخص يرى طبعا متلازم داون بمثل هالاوصاف اللي ذكرت اللي غير مقبولة بكل تأكيد. يعني انا اليوم اشوف راكان قدامي أكيد يعني راكان والله إني أشوفك كامل ولا إني بجاملك يعني من يوم ما دخلت في الاستوديو حتى قبل ما نطلع هوا، يعني ما شاء الله تبارك الله أبد ما أفرقك عن أي أحد بكل تأكيد راكان. وش تقول أنت رسالة توجهها لأصدقائك في متلازمة داون يتشرفوا مثل حتى التصرفات اللي تجرحهم؟ وش تقول لهم؟ أجرحهم يعني لو أحد شاف، لو أحد من متلازمة داون شاف مثل هالفيديو الضايق وش تقول له؟ يقول الله يسامحك. أي يروح يراجع المستشفى ويراجع العقل عنده. طيب يعني زعلان من عمرك تكسب تقول قصايد ولا؟ هلا اي سمعنا من القصيد. طيب يقول الليل البارحة الليالي ايه وقلبه لاصقه صفية وحياتي ايه والناس بين العمر كل الحيوان، الناس ردوني على غير قلبها عادية يا ناس، حصفين قلبه لا غير عدوه، رب سبحانه غير ما عجلها حبيبي هاسدوك العاد، يالله فوق رب الغيد غير أحب أبوي وأغليه، ترى الناس فخر والناس بين قلب عليك. الله صحيح. هل قصيتك؟ هل قصيتك ركان؟ اي الله. هذه كاتبها من زمان؟ ما شاء الله انت اللي تكتب قصايدك ها؟ سمعنا انا خلاص شعري المفضل، عطنا بعد من القصيد. يلا ايش عندك؟ طبعا من هواة القصيد ترى. اي نعم. استماع وكتابه ها؟ الناس ما يرحم ايه يا يبا، الناس ما يرحم يا يبا، جرحني قلبي غيرها ضمير، وجرحني القدر جرحني بالقدر والسلوب، الناس عطت ربي سبحانك هذا هو ابوي هالليل، بسم الله عليك وحب وغليك فوق راسي. صح لسانك وبسم الله على قلبك، والله يحفظك ابوك يعني جمال المكان. وامك ما في لها قصيده؟ والوالده اي هذا قال عشان ما تزعل علينا اليوم. يا يمه انت بالغلا وجود كله،
أحبك وأنا الليل البارحة يا يما غمت العين القاك أحبك وأنا تحت في ماطيك أروح من سبع أبواب يا يما أنت إحساس فيني والناس رحمة الله فيني يا يما بين العمر وشجال يالله عسى يومي ولا يومك يا يما أنت قلبي والعين والراسي من فوق ترى كنت الغلا والموت كفيني حاجتي نور العين أنت في غير مكاني هالليل أحبك وغنك يا يما أحب غير نظرة عيونك يا يما يا الغلا كله فحسن أنت مفوقك أنا مالت يعني كثير من المفردات كثير من العبارات اللي تدل على ذكاء كبير لدى ركان يعني مشاعر كبيرة حتى وانت تقول هالقصائد وغير القصائد وش تحب ركان؟ أنا أحب مثلا عيال عماتي وأحب عيال خالاتي أحب البر وأحب المزرعة وأحب الناس ما شاء الله هم يحبوني أنا هم يحبهم وعزهم إن شاء الله عن أحبهم وأحبهم يعني عيال عمات وعيال خالاتي هم فخر راسي هم يا حبيبي يعني أصدقاء اجتماعي اجتماعي جدا بشكل كبير زي ما قلت لك الأول أستاذي لأنه فعلا ما يتفرقون عن العادي أبدا إذا وجد الاهتمام ودمجه في المجتمع يعني دمجه في المجتمع العائلة قبل أي مدرسة وقبل أي شيء مجتمع العائلة دمجه فيه ما يفرق عن أي شخص علاقتك الشخصية بركان جدا صديق صديق لأنه عمره الحين 28 سنة 28 أي نعم أي. صديق معي يروح دايم معي يروح معي الاستراحة يروح معي البيت يروح معي العمل يروح معي كشتات يروح موقف يعني من مواقفك مع ركان يمكن كان له تأثير عليك يعني اليوم أشوف ركان هو يتحدث بهذا العذوبة هذه العلاقة الكبيرة معك يعني ويمكن قصتين جابها وكل ما ذكرك التفت عليك هو موقف يعني شوي يمكن حزين شوي لأنه أنه عنده أخ أصغر منه سنتين توفي رحمة الله عليه قبل 6 و7 سنوات تقريبا 8 سنوات فمن ذيك الفترة هو كان هو صديق وهو ملازم ومن ذيك الفترة جذبته معي فصار الله فينا أكثر يعني الله يحفظ لك ركان ويخليك يا ركان يعني أنت مبدع وأنت إنسان جميل وأنا مبسوط أني شفتك وتعرفت عليك وأعتز أني أكون صديقك يا ركان بكل